بسم الله الرحمن الرحيم، العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد شيخنا عبد الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه علي وسلم، صوتك، أبشر علي أبشر. صوتك. وبأسانيد شيخنا عبد الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا عبد الله تعالى إلى جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى للعلامة الخوارزمي رحمه الله تعالى. الصوت واضح الآن شيخنا؟ الصوت واضح شيخنا؟ شيخنا هل تسمعون الآن؟ أخشى أن الشيخ ما يسمع الآن. شيخنا تسمعون الآن؟ الله يحفظك. لا، ما يسمع الشيخ. طيب، أعيد الاتصال. نعم شيخنا تسمعنا؟ يا شيخ، شيخنا تسمع الآن؟ يا شيخ، علي صوته. الشيخ ما يسمع. طيب، نعيد الاتصال. شيخنا تسمعنا الآن؟ السلام عليكم، شيخنا تسمع الآن؟ جيد. طيب، الله يحفظكم. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى للعلامة الخوارزمي رحمه الله تعالى، قال: الباب 29 في الجنايات. قال أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عفى عن دم لم يكن له ثواب إلى الجنة. أخرجه أبو محمد البخاري عن صالح بن أبي رميح عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أحمد بن أبي طيبة عن أحمد بن أبي طيبة أو طبية عن أبي إسحاق البزاري عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ما تعمد به الإنسان بغير حديدة فقتله فهو شبه العمد، تغلط فيه الدية ولا يقتل به. أخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي القاسم بن أحمد بن عمر عن عبد الله بن الحسن الخلال عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن إبراهيم بن حبيش عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن ابن زياد عن الإمام أبي حنيفة. وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. أخرجه أبو محمد البخاري عن أبي علي الدقاق الحسن بن يزيد بن يعقوب الهمداني عن أبي علي الحسن بن يزيد الخشاب الهمداني عن محمد بن عبيد الهمداني عن أبي حذيفة إسحاق بن بشير البخاري عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بني شيبان قتل رجلا نصرانيا من أهل الحيرة، فكتب والي الكوفة إلى عمر بن الخطاب في ذلك، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يدفعوا إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه. ثم كتب إليه أن يفديه بالدية من بيت المال، وذلك أن بلغه أنه فارس من فرسان العرب. أخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي القاسم بن أحمد بن عمر عن عبد الله بن الحسن الخلال عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة. وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الصوت واضح شيخنا؟ إيه ده؟ أحسن الله عليكم. ثم قال أبو حنيفة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن عبد الرحمن بن البيلماني أنه قال: قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما بمعاهد، وقال: أنا حق من وفى بذمته. أخرجه أبو محمد البخاري عن محمد بن قدامة الزاهد البلخي عن محمد بن عبدة بن الهيثم عن شبابة بن سوار عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بني شيبان قتل نصرانيا من أهل الحيرة، فكتب والي الكوفة بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر أن يدفعوا إلى أوليائه، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه. فدفعوا إلى ولي يقال له حنين، فجعلوا يقولون له: اقتل حنين، فيقول: حتى يجيء الغضب. فقالوا له: ذلك مرارا كل ذلك يقول حتى يجيء الغضب، ثم قتله. أخرجه الحافظ الحسين محمد بن خسرو في مسنده عن أبي القاسم بن أحمد بن عمر عن عبد الله بن الحسن الخلال عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن إبراهيم بن حبيش عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
واخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن شبيه عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقاد من الجراح حتى يبرأ. قال: اخرجه ابو محمد البخاري عن صالح بن ابي رميح كتابه، عن محمد بن ابراهيم بن عبد الحميد ابي بكر القاضي بحلوان، عن مهدي بن جعفر، عن ابن المبارك عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فدية الخطأ على أهل البعير 100 بعير، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 ابن مخاض، 20 حقة، 20 جذعة، وفي شبه العمد أرباع 25 بنات مخاض، 25 بنات لبون، 25 حقة، 25 جذعة. قال: أخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي القاسم بن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن الحسن قلان، عن عبد الرحمن بن عمر، عن محمد بن إبراهيم بن حبش البغوي، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن الهيثم بن حبيب الصرفي، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فدية الخطأ، 100 من الإبل في أهل الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الغنم 1000 شاة، وعلى أهل الورق 10,000 درهم، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقري، عن الإمام أبي حنيفة. وأخرجه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده عن أبي الحسن علي بن الحسن بن أيوب، عن القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، عن أبي بكر بن أحمد بن جعفر بن حمدان، عن أبي علي بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقري، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال بما دون النفس. اخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن ابي القاسم ابن احمد بن عمر، عن عبد الله بن حسن الخلال، عن عبد الرحمن بن عمر، عن محمد بن ابراهيم بن حبيش البغوي، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن ابي حنيفه. واخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحه، وما كان مما سوى ذلك فالنساء على النصف من جراحات الرجال. أخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده بالإسناد السابق سواء، وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه قال: جراحات النساء مثل جراحات الرجال ما بينه وبين ثلث الدية، فإذا زادت الجراحة على ثلث كانت جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجال. أخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده بالإسناد المذكور سواء، وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي أن عمرو بن حريث احتفر بئرا بفناء دار أسامة، فعاطب بها فيها فرس فرفع إلى شريح، فقال عمرو: إنما احتفرتها لأصلح وأنظف بها الطريق. فقال شريح: صدقت، إنما تضمن الفرس مرة واحدة فضمن. إنما تضمن الفرس مرة واحدة فضمن. أخرجه الحافظ طلحة محمد بن مسدي عن أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار، عن بجب بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقري، عن أبي حنيفة. وأخرجه عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلقي في مسدي عن أبي القاسم بن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن حسن الخلال، عن عبد الرحمن بن عمر، عن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة. ورواه عن أبي الحسن علي بن الحسين ابن أيوب البزاز، عن القاضي أبي العلاء محمد بن علي الواسطي، عن ابي بكر بن احمد بن جعفر بن جعفر بن حمدان، عن بجب بن موسى، عن ابي عبد الرحمن المقري، عن الامام ابي حنيفه. وخرج الحسن بن زياد في مسنده عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه وجد قتيل على عهد عمر رضي الله عنه في بئر قوم لا يدرون من قتله بين وادعه وخيوان، فبالغ ذلك عمر رضي الله عنه فكتب ان قيسوا ما بينهما، فايهما كان اقرب الى فأيهما كان أقرب إلى القتيل يخرج منهم خمسون رجلا فيقسمون بالله ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا وعليه مدية. أخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي القاسم بن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن الحسن الخلال، عن عبد الرحمن بن عمر، عن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة. وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يبلغ بقيمة العبد إذا قتل دية الحر، لا يبلغ بقيمة العبد إذا قتل دية الحر. أخرج الحسين بن خسرو في مسنده بإسناد السابق إلى أبي حنيفة، وأخرج الحسن بن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كل شيء من الحر فيه دية فهو من العبد فيه القيمة، وكل شيء من الحر فيه نصف دية فهو من العبد فيه نصف القيمة. أخرج أبو الحافظ الحسين بن خسرو في مسنده عن أبي القاسم بن أحمد بن عمر بالإسناد إلى أبي حنيفة. واخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن ابي بكر عن الزهري، عن ابي بكر
وعمر رضي الله عنهما انهما قال دية اهل ذمتي مثل دية الحر المسلم. اخرج الحافظ طلحه بن محمد بن مسدي عن ابي العباس احمد بن عقده عن القاسم بن محمد عن ابي بلال عن ابي يوسف عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنهم. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال العقل على اهل العطاء يؤخذ من عطاء كل رجل اربعه. اخرجه القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري في مسدي عن القاضي ابي الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي بالله عن ابي الحسن احمد بن محمد العتيقي عن ابي حامد احمد بن الحسين بن علي المروزي عن عباس بن احمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي العبدي عن ابي جعفر محمد بن عبد الكريم عن الهيثم بن عدي عن الامام ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن ابي العطوف الجراح بن المنهال عن الزهري عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم انهم قالوا ان دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم. اخرجه الحافظ الحسين محمد بن خسرو في مسدد عن ابي الفضل احمد بن الحسن بن خيرون عن ابي علي الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان عن ابي نصر احمد بن شكاب البخاري عن عبد الله بن طاهر القزويني عن اسماعيل بن توبه القزويني عن محمد بن الحسن عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم في الرجل يجعل على حائطي صخره يستتر بها من الحموله او يخرج من الكنيف الى الطريق قال يضمن كل شيء اذا اصاب هذا الذي ذكرته لانه احدث شيئا فيما لا يملكه ولا يملك سماعه فقد ضمن ما أصاب هكذا ولا يملك سماعه. ماذا في النسخة القديمة؟ قال أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال محمد بن أخذه وقول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والقليب جبار والرجل جبار أو الرجل جبار والمعدن جبار في ركاز الخمس. أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خليل كلاعي قال في النسخة القديمة بياض. قال أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خليل كلاعي في مسنده عن أبيه محمد بن خالد بن خليل عن أبي خالد بن خليل عن محمد بن خالد وأبيه عن أبي حنيفة رضي الله عنه. الصوت واضح شيخنا أحسن الله إليكم. أحسن الله جيد غفر الله لنا ولكم. ثم قال رحمه الله تعالى الباب 30 في الحدود. قال ابو حنيفه عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اداروا الحدود بشبهاتها. اخرجه ابو محمد البخاري عن ابي سعيد بن جعفر النجيرمي او النجيرمي عن يحيى بن فاروق عن محمد بن بشير عن الامام ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه ومسعر بن كدام وعبد الله بن عياش كلهم عن ابي عون عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حرمت الخمر لعنياء القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب. اخرج القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري عن القاضي هناد بن ابراهيم عن ابي محمد جعفر بن محمد بن حسين الابهري عن ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد عن احمد بن محمد بن سعيد عن احمد بن محمد بن يحيى الجبائي عن ابي وحماد بن ابي حنيفه ومسعر قال وعبد الله بن عياش عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه وسفيان الثوري عن عون بن ابي جحيفه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب او قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد بن مسدي عن ابن عقده عن احمد بن محمد بن ثابت الضبعي عن محمد بن صبيح عن ابي حنيفه وسفيان. قال الحافظ المحفوظ عن ابي حنيفه عن ابي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما على ما حدثنا صالح بن احمد بن ملاعب عن هوده بن خليفه عن ابي حنيفه عن ابي عون قال واخبرنا اسحاق بن محمد بن مروان عن ابي عن مصعب المقدام عن ابي حنيفه عن ابي عون قال واخبرنا ابن مخلد عن العباس بن محمد عن مصعب المقدام عن ابي حنيفه عن ابي عون. ثم قال ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم. اخرج ابو محمد البخاري عن صالح عن محمد بن نصر التاجر عن خالد بن خداش عن احمد بن زيد عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن يحيى بن الحارث عن ابي مجد الحنفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للامام اذا رفع اليه حد ان لا يقطعه حتى يقيمه. اخرجه ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو الرقيب في مسنده عن ابي الفضل احمد بن خيرون عن ابي علي بن شاذان عن القاضي ابن نصر احمد بن اشكاب عن ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي الصيرفي عن ابي يونس ادريس بن ابراهيم المقانعي او المقانعي عن الحسن بن زياد عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنهم. ثم قال ابو حنيفه عن يحيى بن عبد الله التيمي الكوفي الجابر عن ابي ماجد الحنفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى الحد الى السلطان فلا سبيل الى درعه. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد بن مسدي عن صالح بن احمد عن شعيب بن ايوب عن ابي يحيى الحماني عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال في رجل قذف رجلا بالكوفه واخر بالبصره واخر بواسطه فضرب الحد قال هو لذلك كله وكذلك ان سرق غير مرات من اناس حتى وقطع كان القطع لذلك كله وكذلك الزنا وكذلك شرب الخمر. قال أخرجه الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام السعدي
في مسند عن محمد بن احمد بن حماد عن يعقوب بن اسحاق ابن ابي اسرائيل عن ابي عن ابي مطيع قاضي بلخ عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن قامت انه قال رايت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ياكل طعاما ثم دعا بنبيذ فشرب فقلت رحمك الله تشرب النبيذ والامه تقتدي بك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ ولولا اني رايته يشربه ما شربته. اخرجه ابو محمد البخاري. عن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي عن احمد بن عبد الله الكندي عن محمد بن اسرائيل البلخي عن ابي معاذ النحوي عن ابي يوسف القاضي عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن عبد الكريم بن ابي المخارق يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو العوام السندي هنا السعدي قال أخرجه أبو محمد بن البخاري عن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله الكندي عن محمد بن إسرائيل البلخي عن أبي معاذ النحوي عن أبي يوسف القاضي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن عبد الكريم بن أبي المخارق يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أُتي بسكران فأمر من يضربه بنعالين ومر يومئذ 40 رجلا فضربه كل واحد بنعليه. فلما ولي أبو بكر أُتي بسكران فأمر فضربوه بنعالهم. فلما ولي عمر واستخرج الناس ضرب بالصوت. قال أخرجه أبو محمد نعم قال اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد وبين ناخذ نرى الحد على السكران من النبيذ او غيره 80 جلده بالصوت يحبس حتى يصحو ويذهب عنه السكر ثم يضرب الحد ويفرق على الاعضاء ويجرد الا انه لا يضرب الفرج ولا الوجه ولا الراس وضربه اشد من ضرب القاذف. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم قال لو ان رجلا شرب حسوه من خمر ضرب الحد. قال واخاف ان يكون السكر مثل ذلك. قال اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن الامام او السكر مثل ذلك. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ابي ناخذه وقوله ابي حنيفه يضرب الحد في الحسوه من القمر فاما من السكر او السكر فلا يحد حتى يسكر ولكنه يعزر وهو قوله ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن يحيى بن عبد الله الجابر الكوفي عن ابي ماجد عن ابي عبد الله بن عن ابي ماجد عن ابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد بن سدي عن صالح بن احمد عن شعيب بن ايوب عن ابي الحماني عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم في رجل لقي قومه فقال احدكم زان قال لا حد عليه. اخرجه الحافظ ابو قاسم عبد الله بن محمد بن ابي العوام السعدي في مسندي عن محمد بن احمد بن حماد عن احمد بن منصور الرمادي عن محمد بن سعيد بن الاصبهاني عن ابن مبارك عن عيسى بن ماهان عن الامام ابن حنيفه رضي الله عنه. هل عندكم ايضا السندي هنا؟ واخرجه الحافظ ايضا بلفظ اخر عن محمد يعني في كليهما السغدي بالغين، لعلها بدها مراجعة، لأنه السندي أنا أشك فيها، فلعلها السغدي. تراجع على كل، الله يحفظكم. تفضل. عندنا السعدي شيخنا، عندكم السغدي؟ إيه بالغين، الله يحفظك. اي نعم احسن الله اليكم. قال اخرج قال عن محمد بن احمد بن حماد عن احمد بن منصور الرمادي عن محمد بن سعيد بن الاصباني عن ابن المبارك عن عيسى بن ماهان عن عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. واخرج الحافظ ايضا بلفظ اخر عن محمد بن احمد بن حماد عن محمد بن شجاع عن اسحاق بن سليمان الرازي عن ابي حنيفه عن حماد عن ابراهيم في رجل لقي ثلاثه نفر فقال احدكم زان قال لا حد عليه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعنت الخمر وعصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها وبيعها ومشتريها. اخرج ابو محمد البخاري عن سعيد بن بشير كندي البخاري عن الفتح بن عمرو عن الحسن بن زياد عن الامام ابي حنيفه. واخرج الحافظ الحسين بن محمد بن خسر البخي في مسنده عن ابي القاسم بن احمد بن عمر عن عبد الله بن حسن الخلال عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن ابراهيم بن حبيش عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عن الامام ابي حنيفه. واخرج الحسن بن زياد في مسنده عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا باس بالتمر والزبيب بالتمر والزبيب يخلطان وانما كره ذلك لشده الزمان. اخرجه القاضي عمر بن الحسن الوشناني عن ابي يعقوب القاضي النسوي عن علي بن حجر عن داود بن الزبرقان عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. واخرجه الحافظ الحسين محمد بن خسرو في مسنده عن ابي الفضل بن خيرون عن خالي ابي علي عن ابي بكر الخياط المقرئ عن ابي عبد الله بن دوسه العلاف عن القاضي عمر الاشناني عن القاضي عمر الاشناني بسنده هذا الى ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينبذ لابن عمر الزبيب والتمر جميعا فيشربه. اخرج الحافظ محمد بن المظفر بن زتي عن ابي القاسم بن حسين بن محمد بن بشر قال ابن داود عن جعفر بن محمد بن سوار بن سنان النيسابوري عن علي بن حجر عن داود بن الزبرقان
أنه قال سئل أبو حنيفة عن الخليطين، خليط البسري والزبيب والتمر، فقال حدثنا حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بذلك بأسا، فقلت له هل كان إبراهيم يحدث فيه برخصة كما كان يحدث في نبيذ الجري؟ وقد قيل ما قيل في نبيذ التمر، قال لا أعلم. قلت ما تصنع بحديث إبراهيم وقد جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو حنيفة أما إني أزيدك، حدثني نافع أن ابن عمر خلطهما، إنما صنع ذلك مرة واحدة من وجع رأسه، وقيل من وجع أصاب صدره. ورواه أيضا عن محمد بن إبراهيم عن أبي عبد الله البلخي عن الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة. وأخرج أبو عبد الله الحسين بن خسرو في مسنده عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن أبي محمد الجواري عن الحافظ محمد بن المظفر بأسانيد المذكورة إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحسن ابن زياد في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. قال هنا السغدي، هكذا هو فقيه حنفي، وهو أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد السغدي، أصله من والله السغدي. الظاهر أنها السعدي بالعين كما نبهني أبو هاشم، فالله أعلم هو هذا نعم السعدي بالعين. الشيخ أبو هاشم يقول هذا متأخر جدا، توفي 461. نعم أحسن الله إليكم. وهنا قال ابن ابي العوام السعدي، نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال قول الناس كل مسكر حرام خطا من الناس، انما ارادوا ان يقولوا السكر حرام من كل شراب، او السكر حرام من كل شراب. اخرجه الامام الحافظ بن حسين بن خسرو في مسنده. طيب هو يعني يا مشايخ صاحب المسند متاخر اصلا. هنا الشيخ أبو هاشم يقول المقصود أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد السعدي المعروف بابن أبي العوام، وكتابه مطبوع. أحسن الله عليكم. قال ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قول الناس كل مسكر حرام خطأ من الناس، إنما أرادوا أن يقولوا السكر حرام من كل شراب، أو السكر حرام من كل شراب. أخرجه الإمام الحافظ الحسين بن خسرو في مسنده عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصرفي عن أبي منصور محمد بن محمد بن عثمان عن أبي بكر بن أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن بيج بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقنع عن الإمام أبي حنيفة. وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار برواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال إذا عتقت نبيذ الزبيب فهي الخمر. أخرجه الحافظ الحسين بن خسرو في مسنده عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن أبي منصور محمد بن محمد بن عثمان لعلها عتقت إذا عتقت. إذا زادت عن 3 أيام نعم وصارت تقذف بالزبد، فهذا الذي هو الممنوع. نعم أحسن. والحديث الذي مر أنه شرب نبيذا صلى الله عليه وسلم، هذا النبيذ الذي يطرح من زبيب أو تمر في ماء، فهذا يكون قبل أن يشتد، فهذا يجوز يعني. فهذا هو يعني ما يسمون اليوم النقيع، احنا عندنا في المدينة نفعل هذا، نقيع التمر نقيع الزبيب، فهذا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال إذا عتقت نبيذ الزبيب فهي الخمر، أو إذا عتقت الزبيب فهي الخمر. قال أخرجه الحافظ الحسين بن قصر في مسنده عن المبارك بن عبد الجبار الصرفي عن أبي منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق عن أبي بكر بن أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن بيج بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقرع عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الصوت واضح شيخنا أحسن الله إليكم؟ نعم جيد. غفر الله لنا ولكم. ثم قال أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر فسقاه شرابا له فكأنه أخذه فيه، فلما أصبح قال ما هذا الشراب، ما كدت أن أهتدي إلى منزلي، فقال عبد الله ما زدناك على عجوة وزبيب. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأثار برواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال محمد بن أبي ناخذه وقولوا أبي حنيفة رضي الله عنهم. ثم قال أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان نبذ له نبيذ الزبيب فلم يكن يستمره، فقال للجارية اطرحي فيه تمرات. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأثار برواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا بأس بشرب نبيذ التمر والزبيب إذا خلطا، فإنهما إنما كرها لشدة العيش في الزمن الأول كما كره السمن واللحم، فأما إذا وسع الله على المسلمين فلا بأس بهذا. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار برواه عن أبي حنيفة. ثم قال محمد بن أبي ناخذه وقوله أبي حنيفة. وأخرجه الحسن الزياني في مسنده عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه كان ينزل على أبي بكر بن أبي موسى الأشعري بواسط،
فبعث برسول الى السوق ليشتري له النبيذ من الخوابي، اخرجه الحافظ الحسين محمد بن خسرو في مسنده عن ابي سعيد احمد بن عبد الجبار الصرفي عن ابي القاسم التنوخي عن ابي القاسم بن الثلاجي عن ابي العباس احمد بن عقده عن احمد بن عبد الحميد بن محمد الحارثي عن محمد بن عم بن عمر بن عتبه عن عبد الرحمن بن مغراء ابي زهير الدوسي الرازي عن امام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد قال كنت اتقي النبيذ فدخلت على ابراهيم وهو يطعم فطعمت معه فناولني قدحا في نبيذ فلما راني اتعافى عنه قال حدثني علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان ربما طعم عنده ثم دعا بنبيذ له تنبذه له سيرين ام ولده فشرب وسقاني. اخرجه الامام محمد بن حزم في الاثار فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف. ثم قال ابو حنيفه عن مزاحم بن زفار عن الضحاك بن مزاحم انه قال انطلق اليه ابو عبيده فاراه جره خضراء لعبد الله بن مسعود كان له ينبذ فيها. اخرجه الامام محمد بن حزم في الاثار فرواه عن ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ابي ناخذه وقال ابو حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن ابي اسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يقطع لحوم هذه الابل في بطوننا الا النبيذ الشديد. لا يقطع لحوم هذه الإبل في بطوننا إلا النبيذ الشديد. أخرجه الإمام محمد بن الحسن بالعتاري فرواه عن أبي حنيفة. ثم قال محمد وبه نأخذه وقوله أبي حنيفة، يعني يا شيخ مثل البيبسي هذه الأيام هو اللي يمشي الأكل. طيب ثم قال أبو حنيفة عن محمد عن إبراهيم أنه كان يشرب الطلاء قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ويجعل له منه نبيذ فيتركه حتى يشتد ثم يشربه ولم يرى بذلك بأسا. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال محمد وبه نأخذه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهم. ثم قال أبو حنيفة عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال محمد بن الحسن ناخذ بهذا ولا ينبغي ان يشرب من الطلاء الا ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه وهو قول ابي حنيفه. ثم اخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن علقمه انه قال ربما دخلت على عبد الله بن مسعود منزله وطعمت عنده ثم يدعو بنبيذ تنبذه له سيرين او تنبذه له سيرين ام ولدي فيشربه وشربت معه. اخرج العبد الحسين محمد بن خسرو في مسنده عن ابي القاسم بن احمد بن عمر عن عبد الله بن الحسن الخلال عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفه. واخرج الحسن بن زياد في مسنده عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن احمد بن ابراهيم انه قال كتب عمر بن الخطاب الى عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو عامل له على الكوفه اما بعد فانه انتهى الي شراب من الشام من عصير عنب قد طبخ وهو عصير قبل ان يغلي حتى ذاب ثلثه وبقي ثلثه فذهب شيطانه وريح جنونه وبقي حلوه وحلاله فهو شبيه بطلاء الابل فمر من قبلك فليتوسع به في شرابهم والسلام. اخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مزاده عن ابي القاسم بن احمد بن عمر عن عبد الله بن الحسن الخلال عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن ابراهيم بن حبيش البغوي عن ابي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفه. واخرجه الحسن بن زياد في مزاده عن ابي حنيفه رضي الله عنهم. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال اذا طبق العصير فذهب ثلثه وبقي ثلثه قبل ان يغلي فلا باس بشربه. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد وبين ناخذه وقوله ابي حنيفه. ثم قال واخرجه الحافظ ابو بكر بن احمد بن محمد بن خالد بن خليل كلاعي في مسنده عن ابي محمد بن خالد بن خليل عن ابي خالد بن خليل عن محمد بن خالد وابي عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوتي باعرابي قد سكر فطلب له عذرا فلما عياه قال احبسه فان صعب جلده ودعا عمر بفضله ودعا بماء فصبه عليه فكسره ثم شرب وسقى جلساءه. ثم قال هكذا فكسروا بالماء اذا غلبكم شيطانه. قال وكان يحب الشراب الشديد. اخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن ابي القاسم بن احمد بن الاسناد السابق الى ابي حنيفه. واخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن الامام ابي حنيفه. واخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن احمد بن ابراهيم انه قال في الرجل يشرب النبيذ حتى يسكر منه قال القدح الاخير الذي سكر منه هو الحرام. اخرجه الحافظ الحسين بن خسرو في مسنده عن ابي القاسم ابن احمد بن الاسناد المذكور الى ابي حنيفه رضي الله عنه. واخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال في العصير لا باس بان تبيعه ممن يصنعه خمرا. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار رواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ناخذه وقول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن الهيثم بن حبيب عن ابي المسعود انه اتاه رجل به صفار فساله عن السكر فنهوا عن ذلك. قال اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار رواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ناخذه وقول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد وعلقمه ابن مرثد الكوفي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا مسكرا
اخرجه ابو محمد البخاري عن احمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن محمد بن اسماعيل الترمذي عن عبد الله بن صالح عن الليثي عن ابي عبد الرحمن الخراساني عن ابي حنيفه، واخرجه حافظ ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البخيه في مسنده عن عبد الله بن احمد بن عمر عن عبد الله بن حسن القلال عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن ابراهيم بن حبيش عن ابي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن حسن الجادي عن ابي حنيفه، واخرجه القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري عن القاضي ابو الحسين بن المهتدي بالله وابي يعلى محمد بن حسين بن الفرائي كلاهما عن عيسى بن علي الوزير عن ابي الحسن محمد بن روحين الجندي سابوري عن الفضل بن عباس الشيسيني عن يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيغ او بزيع عن ابي حنيفه، ثم قال ابو حنيفه عن عاصم بن النجود عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: من اتى بهيمه فلا حد عليه، اخرجه ابو عبد الله الحسين محمد بن خسرو في مسنده عن ابي الفضل احمد بن خيرون عن ابي علي بن شاذان عن القاضي بن نصر احمد بن اشكاب عن عبد الله بن طاهر عن اسماعيل بن توبه القزويني عن محمد بن الحسن عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال عن حماد عن القمة عن علقمة: أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. تقبل الله. آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا إخوة، قرأنا من الباب 29 في الجنايات من الحديث 1345 إلى نهاية الحديث 1400 في باب الحدود، نهاية 1400. أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك ونفع الله بك ونلتقيكم غدا بإذن الله عز وجل في نفس الموعد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.